هيئة الحقيقة والكرامة. مرحبا. عسلامة. نحب نشوف ونوصل ملف يعيشك. عملت جلسة استماع سرية؟ ليه؟ ما كلمني حد. راهو آخر أجل باش تعمل جلسة استماع سرية 30 نوفمبر 2017. ما كانش تعتبر متخلي على حقك باش نسمعوك. يا أخي لازم تسمعوني، ماني صبيت دوسية. الأوراق ما هيش كافية، لازمنا نسمعوك باش نفهموا أش صار لك بالضبط، وأكيد شهادتك باش تعطينا تفاصيل ما نلقاوهاش في الأوراق. ما في باليش هكا، إيش لازمني نعمل توا باش تسمعوني؟ لازم تتصل بالمقر المركزي للهيئة ولا بمكتب الهيئة في جهتك. ما كانش اطلبنا على الرقم الأخضر 80 106 050، وإلا على الأرقام هذه قيد عندك 94 531 090، وإلا 92 569 468، وإلا 70 024 464. أنا نتصل بيك، وقريبي اللي عايش البرة وعنده دوسي في الهيئة راهو مستحيل ينجم يجيكم قبل 30 نوفمبر. إيش يعمل؟ حقه يذيع؟ لا، يتصل بينا على نفس الأرقام وإحنا نبرمجوله جلسة عن بعد. هيئة الحقيقة والكرامة، لينا لأولادنا ولبلادنا.